والآن نتحول إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية مرة أخيرة مع رغدة. شكرا لكم. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. أما هذه فهي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 36-23 الطقس حار، الإسكندرية 29-22 مائل للحرارة، مطروح 28-20 الطقس معتدل، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 36-21. أما عن السويس ف 36-21، العريش 30-21، طابة 34-22، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 37-26، الأقصر 42-24، أسوان 42-26 الطقس شديد الحرارة، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 40-26، أخيرا حلايب 35-23. الآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.